كل التحيه لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. اخيرا التوام ابراهيم وحسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر حتى عام 2026 بالتاكيد حاله ارتياح في الشارع الكروي المصري. خلينا نشوف كابتن حسام حسن في لقاء حصري وكابتن ابراهيم حسن في لقاء حصري على شاشه اون تايم سبورتس. كابتن حسام برحب بيك في اون تايم سبورتس، مبروك تولي المهمه اللي طال انتظارها، بالتاكيد بتوعد حاجات كتير جدا للجمهور المصري في الفتره اللي جايه بعد الاخفاق اللي فات في بطوله افريقيا. اهلا بيك طبعا، وتحياتي لكل الجماهير والشعب المصري العظيم اللي هم اللي جابوني في المكانه دي، واللي كنا بنتمنى مع بعض ان احنا نكون موجود على راس قياده المنتخب الوطني. وانا قلت زي ما قلت في المؤتمر الصحفي، انا سعيد جدا بالتكليف اللي حصل من الجماهير المصريه والقياده السياسيه، فدي انا شرف ليا كبير ومسؤوليه كبيره جدا، والجمهور والشعب المصري يستاهل ان احنا نعمل يعني الامانه اللي هم مديها لنا والثقه اللي هي قبل ما نمسك ثقه كبيره جدا، فان شاء الله يكون عند حسن ظنهم. وبوعدهم انا عمري ما هبخل باي حاجه، زي ما كنت لاعب وزي مدرب اكتر كمان، ان شاء الله ان اللاعبين المصريين كل ثقه فيهم، المحترفين في الخارج والمحترفين داخل مصر ان شاء الله يكونوا على بالتكاتف والانسجام اللي هيحصل ان شاء الله يحققوا نجاحات وفرحه ومعنويه للجماهير المصريه. واضح ان كابتن حسام هيفتح صفحه جديده مع الجميع، يعني حتى اللعيبه اللي اعلنوا اعتزالهم دوليا واضح ان ممكن يكون ليهم فرصه كمان في الفتره اللي جايه. يعني مش موضوع صفحه كده، كل اي مدير فني بيجي وخاصه لما يكون مدرب وطني بيبقى عارف كل العناصر اللي هي اللي هتفيد المنتخب، وكل اللاعبين اللي ادوا الدوليين اللي قبل كده واللي دلوقتي واللي في المستقبل، اعتقد ان هم خدوا مباراتهم بشكل كبير جدا، وكل الشكر ليهم. واللي هيتواجد في الفتره اللي جايه اللي هيكون بغض النظر عن السن هيكون اداؤه وروحه اللي موجوده ان هو يسعد الجماهير المصريه، ده هيبقى يكون اول واحد. اي حد هيكون الكبير او الصغير على حاله بدنيه وحاله معنويه ان هو جاي يكافح ويحارب ويسعد الجماهير المصريه، ده على راسي. بروحك وبحماسك وباصرارك اكيد بتوعد الجمهور المصري ان شاء الله ان مصر هترجع مره ثانيه لمنصات التتويج بالتاكيد. روح وحماس، والمفروض لازم يبقى فكر ولازم يكون تخطيط جيد، ولازم قرايه الخصم وامكانيات اللاعبين بتوعنا واختيارات الجيده، هي دي النجاحات المهمه جدا، مش بالروح بس ولا بالفكر بس، لا الاثنين العناصر دي تكون موجوده، هي دي عناصر نجاح اي مدير فني. لو فقدت حاجه من العناصر اللي انا بقولها، الروح والتكتيك والشغل والتعامل وحاله الانسجام مع اللاعبين، اعتقد هتخسر، مش هيبقى مدرب يقود منظومه كبيره، فلازم العناصر دي تكون متواجده بنسب كبيره للمدرب اي مدير فني. والحمد لله احنا زي ما قلت احنا حاجه اسمها منتخب قومي وطني وجهاز قومي وطني، شفنا كل النجاحات مع الوطنيين، ليها اسم ليها معنى كبير، وده اللي هنشوفه ان شاء الله بعد توفيق ربنا ومساعده الشعب العظيم الكريم، الشعب الجميل، الشعب المصري. وانت كمان قلت ما ينفعش تبقى طرف تاني قدام مصر، يعني دي حقيقه في العادي ما ينفعش يتكتب طرف اول وطرف، لان احنا طرف تحت اقول ايه، يعني مش عايز اقول تحت رجل مصر، يعني هي دي كلنا لينا الشرف ان احنا مصريين، ودي الروح اللي احنا متعودين عليها مع التوام. بالتاكيد بقى هارموني كبير طبعا ما بينك وبين التوام كابتن ابراهيم حسن. بشكرك كابتن حسام، اشكرك.